الو مستر الدورادو الايه المصري. مستر ألدورادو، ميشو الآن في طريقه إلى القاهرة. Thank you for calling. الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر. والله العظيم وحشتني جدا. ربنا يخليك يا رب. الله يسلمك يا بونبوني، وانت والله العظيم ما وحشتنيش خالص. عيش الله يحفظك. طمني بقى، المصلحة بتاعت لبنان قضيت؟ مش ميشو اللي يتسأل السؤال ده يا بونبوني. قضيت طبعا. تمام، عفوا يا برنس. ها هتفسح لي بقى ولا تقولي تعبان وجاي هالكلو وجو الفكسان ده؟ لا والله يا بونبوني، انت هتروح على بال ما اروح اسلم من الامانه واشقر على ناس حبايبي. ماشي يا عم، الله يسهل له. اللي قول لي، انا اسمع ان لبنان فيها حاجات تجنن. اخر حاجه يا بونبوني، اخر حاجه. جبت لي ايه بقى معاك يا برنس من لبنان؟ جبت لك يا معلم لبان. لبان؟ بص حلوه، حاجه طلع فيها غيظي. ليه يا ميش؟ وقفت ليه؟ باكل لبان في الشنطة بس. اللي ورا؟ أيوة. أنزل أجيبه يعني؟ انزل الحين. أوبا! فين بقى؟ حطه فين؟ سلام يا بونبوني. يا ميشو! ما أنا قلت لك، قلت لك النهاردة مش يومك يا باشا. جود لك فريد دي. بعد إذنك يا أستاذ حمدي، ممكن أباظة بيه يكمل معاك. اهلا 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 يا ميشو، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فريد باشا، شكلك مقطعه. لا لا بس مش زيك. انت لمزتك يا باشا. بقول لك ايه، تعال نقعد. اتفضل. ها امان وكله تمام؟ كله تمام يا باشا. الله، طب فين؟ قول لي يا ميشو، خرجت ازاي من المطار؟ مش انا يا باشا، انا مؤاخذه الجزمه عجبتني فخدتها من نور الرحيبي. قول لي، الرحيبي قام معاك بالواجب تمام؟ وزياده. طب امسك، امسك يا ميشو. ما تخلي يا باشا. امسك يا راجل، ده انت تستاهل تقلك ذهب. ذهب ولا ماس يا باشا؟ ماس، ماس يا ميشو. بعدين كله عشان خاطر الغلابه، اليتامه. يا سلام. طيب هسيب ساعتك بقى تكمل الجيم يا باشا. طب اقعد بس اشرب حاجه الاول. اهلا، معلش وقت تاني بقى. طيب يا ميشو، الف الف حمد لله على السلامه. يا باشا سلام يا باشا، خليك على طول على اتصال بيه. ها على هيك باشا، يلا مع السلامه. الو، لا بجد، لا انت بتهزري. معقوله؟ هي وبعدين ايه اللي حصل؟ ساره ميشو. طب هكلمك بعدين، باي باي. ازيك يا ساره؟ ازيك يا ميشو؟ ايه بتقلم قعدك كده؟ لا مفيش، مستنيه واحده صاحبتي وهنروح الكافيه. صاحبتك اللي هي بتاعت كل مره دي. اللي ما بتجيش خالص. هي اتاخرت عليكي مش كده؟ هو احنا كان في بينا ميعاد اصلا؟ وحشتك قوي صح؟ ميشو على فكرة بقى سارة، انت كمان وحشتيني. بس مش قوي يعني. لا بتكلم بجد، انت كنت فين اليومين اللي فاتوا دول؟ من قلتلك يا سارة كان عندي يعني حصة، بس حصة صعبة شوية. حصة ايه بقى؟ نعم؟ حصة ايه اللي صعبة اللي كانت عندك دي؟ ما كانت حصة في ال مش مهمة سارة، المهم انت عملت ايه بقى في غيابي؟ ما عملتش حاجة.
ياه ده كتير قوي. اكيد شربت برتقال صح؟ اه شربت برتقال. طب والاناناس؟ ماله الاناناس؟ عين عليك ابو السيد في البدله بدري منور. صحيح القالب غالب. ميشو الحمد لله على السلامة يا حبيبي. سيد ألف حمد لله. سلمك على السلامة. إيه ده؟ إيه الشياكة دي يا عم؟ بجد حلوة؟ حلوة أوي أوي أوي. أنت هتتجوز ولا إيه؟ يوم الخميس إن شاء الله. ألف مبروك ألف مبروك. الله يبارك فيك. سيد مش محتاج أي حاجة؟ لا كله تمام الحمد لله. أنت هتتكسف مني، ده أنا ابنك. يا ده كسف منك أنت يا ميشو، شايلك العوزة. طب قول لي العروسة المرة دي إيه نظامها؟ لا حلوة حلوة أوي 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 أوي، وفوق ده كله نايمة على شوية رزم حلوين أوي أوي أوي. قول لي عملت إيه في المصلحة بتاعتك؟ عيب يا سيد ما أنت عارف. يلا مش عايز حاجة؟ لا بس هتحضر الفرح أوعى تنسى. حسب ظروفي بقى. إيه حسب ظروفك دي؟ لا لازم تحضر. ال انزل يا جميل على الساحة ولا بدك يا جميل هكذا. ايه ده؟ مين اللي علق الصورة دي؟ ومين اللي عمل فيهم كده؟ شيكو مدريد. شيكو مدريد وخطفني بطريقة مهينة من وسط الشارع وأجبرني إن أصور مع إن الدستور وحقوق الإنسان تمنع الإجبار. ومش كده وبس يا ميشو أخويا، لا ده جالي المدرسة وبكل بجاح هددني تهديد صريح إني أعلق الصور دي في أوضتك يا إما يعلقها هو في المدرسة، وكمان طلب مني 30,000 جنيه اللي دفعهم في إيه المعلم الششتاوي، وقال لي إني ما سويش 3 أبيض. وانت عملت ايه؟ علقت الصور بس من غصب عني والله العظيم يا ميشو اخويا، ومع اني بكره العنف بس انت لازم بقى تاخد حقنا منه بقى يا ميشو، وبعد كده بقى توب. وانتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ بتتفرجوا؟ ما انت عارف الكتره تغلب الشجاعه، وكمان الخطه كانت باللغه العربيه فهمناها بعد ما اتقفشنا. ماشي يا شيكو ماشي، واضح ان غياب يومين خلاك تنسى، يبقى لازم افكرك. في ايه يا حضرة الظابط خير؟ في المشهور سيد حسان الشهير بيمشي الحاوي. برضه مش ناوي تعترف؟ اعترف بيه يا فؤاد باشا. فيلة المانيل وعمارة الزمالك، ايه الحاجة تنسى؟ يا باشا صدقني انا معرفش ستك بتتكلم عن ايه. عموما القضايا عندنا كتير وكلها ضد مجهول. تقريبا كده انا خلاص لقيت المجهول. فؤاد باشا هو ليه سيادتك حاططني في دماغك او كده؟ في الواد دحروج اللي انت هربته. يا باشا انا لا هربت حد ولا اعرف اي حاجه، ومين دحروج ده؟ ماشي انا هخليك تعترف ومزاجك. تاخدوا الواد ده وتطبقوا بصماته بكل القضايا اللي اتحفظت عندنا. امرك يا باشا. انا بشتبه في الواد ده. يا باشا انا هفضل محجوز هنا كده لحد ما يراجعوا كل القضايا دي. حظك بقى. وبعدين شغل المباحث الجنائيه عندنا دقيق وبياخد وقته. بس سيادتك عارف ومتاكد اني ماليش دعوه باي قضيه من القضايا دي. خلاص اعترف. خدوه قدامي. انت بس ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ كل حاجة يا عمي كل حاجة. عاجبك يعني تهديد شيكو ليا ولا قسوة قلب لمياء حبيبتي عليا ولا اخويا ميشو؟ اخويا ميشو اللي نفسي ومنى عيني ان يبقى كويس علشان ما يجيش البوليس ياخده من وسطنا واحنا واقفين نتفرج، ولا ابوك اللي بيتجوز
ولا على باله أي حاجة، بس ولا يهمك، كل حاجة وليها حل. لم يا حبيبتك يا سيدي هتزعل لها شويتين وخلاص، وإذا زاد الزعل حبيتين نبقى أروح أنا أصالحها وأرس لك ودنها. وبالنسبة لميشو بقى ما تقلقش، زي كل مرة هيسألوه سؤالين ويسيبوه. طب وشيكو زفت مدريد ده يا عم؟ ده أنا خايف أروح المدرسة لحسن ألاقي صورتي متعلقة، ده إيه الغلب ده يا ربي؟ ما تخافش، وحتى لو علقها واجه. النهارده فرحي يا جدعان، أنس عاوز كله يبقى تفاطين النهارده. واركب الحنطور واتحنطر. مالك يا بابا؟ واركب الحنطور واقعد قدام. مالك يا بابا؟ جاب واتحنطر حجاوي حجاوي. بقول لكم ايه، دخلتي ليله الخميس والعروسه جايه بكره عشان تتعرف عليكم، عاوزكم بقى تنضفوا، كل واحد يخش الحمام يفضل يليف في نفسه قد يوم كامل، فاهمين؟ استعدوا يلا. هتجوز هتجوز واركب الحنطور. استنى يا سيد قبل ما تركب الحنطور. سيد قول لي وامسس في ايه؟ قول لي شيكو مدريد ده اللي بيهدد فطين وعايز ال 30,000 جنيه بتوعه، هتعمل معاه ايه؟ انا ناس ولا فطير؟ نعم. اقول لكم انتوا الاثنين، انا مش عاوز حد فيكم انتوا الاثنين يخرجني عن الاحساس اللي انا فيه دلوقتي، فاهمين؟ يا بنت السلطان حني على الغلبان، المايه في ايديكي وبصيد عطشان، سعيده يا حلوه سعيده يا اللي بلادك عز. واركب الحنطور واتحنطر هوبا، واركب هتجوز حلوه يا سعيد. صباح الخير يا باشا. صباح الخير، ايه الاخبار؟ زي ما سعادتك امرت يا باشا، واسد شويه ما نامش طول الليل. ما طلبش حاجه؟ بالعكس يا باشا، بس الواد ده غريب قوي يا باشا، برغم التعب الشديد اللي هو فيه والارهاق والاجهاد الا انه متماسك وواثق من نفسه قوي، بس ما تقلقش يا باشا اكيد هيسلم. طب هاتهولي. يا ميشو مش طمني عليك، عامل ايه؟ زي الفل يا باشا، خدمة خمس نجوم. لو تعترف يعني ولا تخليك معانا هنا كام يوم؟ والله انا بقول لو خليتني معاكوا هنا، اصل انا حبيت المكان هنا قوي. طيب مادام حبيت المكان بقى خليك معانا، خدها شويش بدوي، بس خلي المرة دي بقى الخدمة سبع نجوم. والله مش عارف اودي جمال حضرتك دي فين. سلام. فؤاد باشا.